صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف مع الناس على قبر زيد بن الخطاب، وكان يقول لهم: الله خير من زيد، فهل هذا صحيح؟ قبح الله من قال هذه المقالة. الشيخ محمد ما كان يطوف بقبر زيد بن الخطاب، وإنما كان ينكر عليهم، يقول لأنه ما يقدر على منعهم، ما عنده سلطة، فيقول الله خير من زيد، ينكر عليهم ولا يطوف معهم. من قال هذا؟ في أي كتاب؟ أسأل الله العافية. هذا فرية. نعم.